لو الحكاية فيها إن فيديو. معنا دلوقتي شغل المحليات وشغل التنمية الإدارية بخصوص تعايش الخلايا الموجودة دلوقتي في المحافظات. أنتوا استعدتوها إزاي؟ والمخالفات هتكون إزاي؟ بالنسبة للتنمية الإدارية قاعدة البيانات يعني وصلتوا فيها لإيه؟ ويعني طبعاً عرفنا إن هي أغنى باب التدوير وتحديث القاعدة مع أول يوم للإعلان عن ايه المشاكل اللي قابلتكم وايه اللي انتوا اتغلبتوا عليه يعني ايه الحاجات الاخطاء اللي حصلت في الانتخابات اللي فاتت والاستفتاء اللي تدرجتوه في الانتخابات الرئاسيه قبل ان شاء الله؟ اولا بالنسبه للاعلان التصويري تطبق القانون على اي مرشح طبعا من واحد من الاثنين بالنسبه طبعا حافظ عليه الشمس احنا طبعا لجنه البرلمان مستشفى ان احنا اصبحنا بالفعل ان احنا مع وزاره الداخليه مواصله الاحوال المدنيه ان احنا اصبحنا في حرب بيانات وانتهينا منها قبل فتره الترشيح الحمد لله وتم اختلاف اللجنه الدوليه فيها طبعا كلها قدمت لجنه دوليه الانتخابات ودي انتهت مع الشرع الشرعي. اما بقيه السلبيات الاخرى في السلبيات الحمد لله السلبيات موجوده كلها طبعا الحاجات الموجوده طبعا حاجات اداريه اخرى اسمها وزاره التنميه المحليه وزاره التنميه البشريه كنا نعرف كلام دي جاهزه كلها لكن هي طبعا الحاجات الاخرى اللي هي اعداد المقرات والتنسيق مع وزاره الداخليه بالنسبه للتأمين الخدمات الصحيه اللي تقعد موجوده اثناء الانتخابات اداب المقرات كل ده بتقوم وزاره التنميه المحليه وايضا بتتفق مع الملاك مع وزاره التأمين عشان مواعيد الامتحانات ده كله انتهينا منه ومفيش الحمد لله الامور كلها ماشيه خطوه طبيعيه.